كل ده عشان نطيت من على السور؟ هو انا نطيت سور اسرائيل ولا ايه؟ انا مستسلم والمصحف الشريف مستسلم اهو. تحيا مصر. ده زكي. زكي؟ زكي مين؟ ايه اللي انت عملته ده يا مجنون؟ ما انت دخلتي وسبتيني. تقومت نط من على السور؟ وانط من فوق السد العالي كمان. انت مسؤوليتي. طب يا جماعه يلا ننقلوا على العياده. لا لا انا اسفه يا زكي قوي. ألف لا بعد لا بعد الشر عليك من الأسف. يا عم قوم بقى، أنت هتعمل لنا فيها حمامة. مين الدبدوب ده؟ أبو منير. أيوه بالراحة. بس خلاص أنا كويس، أنا كويس، سيبوني. كويس؟ سيبوني. إيه يا زيكو مالك؟ إيه بتوجعك كده؟ بتوجع. طب وكده؟ بتوجع برضه جامد. ده أنا واضح إن أنا نزفت كتير قوي. معلش. عارفه لولا ان انا دراعي عريض شويه وانا كمان رحت منشف ايدي كده الرصاصه جت ضربت طلعت كده كان زمانها جت في مخي. ما انا خدت بالي. طب بص هحط لك مكروكروم. لا مكروكروم لا انا ما بحبوش. ليه؟ طعمه وحش قوي. هو انت بتشربه؟ مش بتشرب المكروكروم يا شيخ؟ خضتني عليك. خضت عليا. خضت عليا. انت ما قلتليش برضو يعني انا البس ايه في المشوار بتاع بالليل ده؟ البس بدله؟ بدله ايه؟ احنا رايحين نسهر كاجوال يعني. كاجوال؟ طب انا يا دوب الحق اوصلك بقى واروح اجهز نفسي. تجهز نفسك في ايه؟ نفسي لايه؟ انت فاهمه ان الكاجوال ده بالسهل كده مش لازمه تراستا. ده انا هشرفك. اركبي. ايه اللي انت بتقوله؟ Scratch it. ايه ده ايه ده؟ شفت الرواشة؟ ايه يا ابني ده؟ ايه؟ ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ سبايكي. عامل سبايكي. عامل سبايكي؟ وعامل شعرك كده ليه؟ ايه؟ عشان جيلو. حاطط جيل يعني عشان بيقع على عيني. الناس دي بتسقف ليه؟ ده كاريوكي. بس المكان ده مش قد كده على فكرة. أنا لو أعرف كده كنت جيت عادي على فكرة، ما كنتش عملت سبايكي ولا حاجة. المكان ده مش قد كده. ها؟ أمال إيه؟ طب يا أستاذ سبايكي، ثانية واحدة بقى. اتفضل. أوعى الكاريوكي يعضك. في هنا شاي بلبن؟ ها؟ إيه يا عم؟ بقول لك إيه، عندك أغاني إيه صعبة؟ عربي ولا أجنبي؟ أي حاجة إن شاء الله يا باني، أنا عايز الأغنية اللي غناها ما أعرفش أغنيها تاني. يا عم أنا عندي أغنية مهيبرة. صح كده، بقول لك إيه؟ شايف الجدع اللي قاعد هناك ده؟ أنا عايزك بعد كده تروح تديله المايك. قول لي اسمه إيه وأنا أروقه لك على هوا. اسمه زكي. فول. قشطة عليك. بس عاملين شوية تتلس في التفاصيل هنا حلوة أوي أوي.
عايز اسمع يا جماعه صفه كبيره قوي لزكي اللي هيغني لنا اغنيه روشه قوي قوي النهارده. سيكو قوم بالليل لا قوم بالصبح لا قوم بالليل لا قوم بالصبح انا قوم بالليل لا قوم بالصبح قوم بالليل لا قوم بالصبح قوم بالليل لا قوم بالصبح قوم بالليل لا قوم بالليل لا قوم بالليل لا قوم بالليل لا. طب سمعني احلى صدى صوت بقى. 1 2 3 ايوه انس اسمع اسمع يلا معايا اسمع الواد ابو جل في شعره اللي مبلط في الديسكو. شفت شفت طب شفت البت بتاعت الواد ابو جل في شعره اللي مبلط في الديسكو. انا شفت شفت التت بتاع البت بتاعت الواد ابو جل في شعره اللي مبلط في الديسكو. طب شفت الكت بتاع البت بتاعت الواد ابو جل في شعره اللي مبلط في الديسكو. هلو ايفري باديز اي ام ديفرنت. شفت التت انستوينج كار كارجو كارجوس كار. فقال له قال له زيكو يا نهار اسود ايه اللي انت عملته ده؟ خش تعال عايزاك بقول معلش معلش خش انت ده تعال بقى يلا عشان عايزاك. ها يعني انتوا عايزين تطلعوا رحله شرم الشيخ؟ ايوه. اه وافهم من كده ان انت عايزاني اقنع بابا ان انتوا تطلعوا رحله شرم الشيخ؟ ايوه. وشرم الشيخ دي بلد طبعا؟ اه طبعا بلد. بلد شرم الشيخ دي اللي هي في الغردقه باين. في الغردقه؟ دي محافظه ودي محافظه. طيب خلاص خلاص اخر سؤال، امتى اخر مره طلعتوا الرحله دي؟ من سنتين. من سنتين الساعه كام بالظبط؟ ايه الاسئله الغريبه اللي انت بتسالها دي؟ ممكن تقعد بقى عشان انت خيلتني. معك حق، انا كمان حاسس ان انا دخت، بس انا مش هقعد على الكنبه دي لاني بخاف منها، اصلها شبه البوزه، هنقعد هناك احسن. طب ليه حاسه ان باباكي ممكن ما وافقش ان انتوا تطلعوا الرحله؟ مش عارفه، بابا بقاله فتره معيشنا في حاله رعب، بيعملني زي عمر، بيعملني زي الطفله مش قادر يقتنع ان انا كبرت خلاص. زيكو زكي ايه ده؟ تعبت ولا ايه؟ قوم. ايوان ايوان ايوان. اه ايه ده؟ ده انا حلمت حلم خير لما اجعله خير، ان في ناس لابسه ابيض في ابيض ونازلين البحر، واضح ان هم رايحين شرم الشيخ. اه ده احنا. اه 5 دقايق بالظبط بقى، ايه اريح شويه وبعدين اقوم اركن الخير ربي. ايه ده؟ قوم. الو بقول لك ايه؟ عايزك تفسح الخبر الاجانب دول 3 ايام في الاقصر على بال ما اجاوبك انا. احنا طالعين شرم، هتيجي معانا ولا مش جاي؟ وبعدين هاي زيكو بابي وافق؟ عنا دي جامد. الحقيقه ها ايه
أنا حاولت معايا لكن رفض. أنا كنت عارفة. أنا بذلت قصارى جهدي. هو طب خلاص خلاص سيبني يلا دلوقتي لوحدي. مش هتخافي تقعدي لوحدك؟ يا أخي بقى برا. لا 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 لا. على فكرة على فكرة أنت مالكيش أمان خالص. عموما أحب أقول لك بابا وافق. لا 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 بتتحرك. اتحرك؟ لا لا انت بتتحرك. واقف والله. لا بجد؟ والله واقف. تتكلم بجد؟ اه والله. انا بموت فيك. ايه؟ بجد بجد. ميرسي قوي. على ايه؟ ميرسي. بجد مش مصدقه. بموت فيك. زيكو سوري انا. انزل البحر اصلا ما يرضاش يبصلك. بقول لك ايه؟ ما تيجي نتمشى كده شويه. اوكي يلا. ايه على فين؟ اروح نتمشى شويه عندك مانع؟ لا ابدا خالص. يلا بينا يلا بينا. يلا اتمشى يلا ساره يلا عم. يلا اتفضلوا اتفضلوا. هو عمر وزكي اتأخروا ليه؟ يا بنتي ما تقلقيش ده مانا جايين. تعالوا نقعد تعالوا نقعد. احنا باين علينا تهنا ولا ايه يا عمر؟ وقف. مين دول؟ دول بلطجية. بص يا عمر انا عايزك تعمل زي ما انا هعمل بالظبط. ها؟ ارفع ايدك. قلت لك زي ما هعمل بالظبط تعمل. الناس دي عايشين عيشة اخر رواقة. صحرا وجبل ورقص وحاجة زي الفل. مفيش حاجة تانية لفتت نظرك؟ ايه؟ حاجة تانية؟ حاجة تانية زي ايه؟ لا خلاص مفيش حاجة. طب بقول لك ايه؟ انا هقوم عشان اجيب اكل. اجيب لك اكل معايا؟ لا مش عايزة. طيب اعمل لنا انت شاي بقى قبل ما اجي. ها؟ اهو مش حرمك من حاجة اهو. موتوسيكلات تلاقي، جمال تلاقي، حرامية تلاقي. اوبس مفيش بعد كده اهو. هنتكفي على وشنا ولا ايه؟ يا سلام. يلا وصلنا. ننزل يا عمر. الف شكر. اترفت فين يا ريس؟ الف شكر يا ريس. ربنا يخليك. مش عارف من غيرك كنا هنوصل ازاي. تكرم عليك. اكل الجمل ده احسن شكله وتفترس. السلام عليكم. ايه ده؟ ايه اللي انتوا عاملينه في نفسكوا ده؟ عمر عمر صمم بقى والتصميم اراده ان احنا نرجع نغير ونلبس كده يعني عشان نبقى لاقيين على الجبال ولا ايه يا شيخ العرب؟ انتوا اتاخرتوا كده ليه؟ قلقتوني عليكم. ليه؟ ده المنطقه هنا امان جدا ما فيهاش صاروخ هجوميه. اشوفك لابسه فستان. وعلى فكره اللون الاسود عليك حلو قوي. ميرسي يا زكي. اصل انا بموت في الغوامق. ايه ده انت اول مره تشربي شاي؟ ايه ايه انت؟ ايه قله الادب دي؟ ايه البوخه دي؟ ده الشاي بتاعي. ده الشاي بتاعنا.
ايه الشاي بتاع بتعملي الشاي ده؟ ده حازم. شفت اهو. طب انت معاك شاي واكل، هيبقى معاك الاثنين. لا طب هات الاكل. خد اهو ده ستر، انا باكل ورك. هات امسك اقعد على الارض بقى. يا هلا، شلونك؟ شخبارك؟ شحوالك؟ شلونك؟ شو مسوي؟ جبالك تراوك ما تردش عليا ليه؟ ايه الخروف ده؟ خروف ده صح؟ ما تردش برضه. ده ايه، بتشبوه ده ولا بتعذبوه؟ ايه مفيش كلام في الصحراء ولا ايه؟ ماشي ما تشوي بقى، اديني حته. على فكره يا شيخ لازم ارجع مصر النهارده ضروري. ليه حصل ايه؟ لا ما حصلش حاجه يعني، تتخض بس المفاتيح الخزنه معايا وبابا عايز منها حاجات مهمه يعني. طب ما تبعتها بالسوبر جيت. بقول لك مفاتيح خزنه بعتها بالسوبر جيت زي 20 يعني. ما خلاص يا حازم روح بقى، اعمل لك ايه يعني؟ هو انت كل حاجه تزعلي بقى؟ خلاص انا هروح واجي بسرعه مش هتاخر. خلاص طيب انت تسير وجهي. ايه مالك؟ هو حازم ما خدش باله من الفستان ولا ايه؟ لا ده عجبه قوي الفستان، وحتى قال لي انا اول مره شفت لابسه فستان وعجبه اللون الاسود عليا. شيرين؟ ايه ده انت لسه صاحيه؟ انا افتكرتك نمتي. راحه فين؟ مفيش، مخنوقه قلت اتمشى شويه. وانا كمان حاسس ان انا متضايق قوي. ف طيب ممكن اجي اتمشى معاك شويه؟ ايه اجراءات امنيه برضو؟ لا لا عادي، انا برضو حاسس ان انا مخنوق. واضح ان الاوضه اصلها مدهونه جديد، فريحه الحيطان زيت جامد قوي. اتفضلي. طب ثانية واحدة بس اجيب الجاكيت لحسن الجو ممكن يحرر فجأة. ثانية واحدة. انا جاهز. تحبي تتمشي يمين ولا شمال؟ اوكي يمين. اوكي اتفضلي اتفضلي. شكلك بردان، تاخدي الجاكيت؟ لا بالعكس ده الجو حلو قوي. ماشي اوكي. ها كنت بتسمع ايه بقى؟ عربي ولا فرنجي؟ عربي ولا فرنجي؟ ايه كنت بتسمع ايه؟ انت كنت عامل دوشه في الاوضه. اه من شويه دي اغنيه لعمر ودياب. عمر ودياب؟ اه. وبتحب تسمع ايه كمان؟ بحب اسمع محرم وفؤاد برضو. والله؟ طب ما تسمعني حاجه. اسمعك حاجه؟ اه. لا ما ينفعش. لا عشان خاطري. لا مش هي اسمعك حاجه. ازاي كده انت عايز تزعلني؟ لا مش زعلك، بس ما ينفع انا صوتي مش حلو اصلا. لا 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 يبقى انت مكسوف. لا مش مكسوف، بس يعني ازاي؟ عشان خاطري ولا لا؟ يلا بقى يلا يلا يلا. مش هينفع. انا متضايقه عشان خاطري. طب ده ليها اغنيه كده كنت بسمعها صغير اللي هي ها اللي هي بتاع اللي بتقول لو 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 دي اللي هي مش هينفع اصلا. يلا بقى اللي هي بتاعت لو 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 كان الامر امري، لو كان في شيء في يدي كنت اقدر اشتري لك جزيره. انت بتعمل كده ليه؟ مش قلت لك انا مش صوتي مش حلو، بس برضه انا بحب في اغنيه برضه كنت بحبها قوي اللي هي بتاعت سمير وصبري. والله اه اللي هي بتاعت سكر حلوه الدنيا، سكر سكر حلوه الدنيا. اقول لك على حاجه حلوه قوي كنت بعملها وانا صغير. لا بس والنبي ما يكونش زي الكليب اللي عملته من شويه. لا 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 هو مش عجبك. بصي كده في السما فوق قوي ها، واسمعي صوت البحر في نفس ذات الوقت. بنفس ذات الوقت. حاسه بحاجه؟ لا. وانا دي مشكلتي من وانا صغير، عمري ما حسيت بحاجه. قلت اقول لك جايز. ايه ده؟ ايه ده؟
انت حسيت بحاجه. ايه ده؟ انا عايز اقول لك حاجه كده بس متردد. لا لا قول. انت عارفه ان انت ليكي اربع ضحكات؟ ازاي يعني؟ ليكي ضحكه كده اول ما بتصحي من النوم، وليكي ضحكه تانيه بس من غير ما تزعلي مني. لا لا مش هزعل. لما بتكذبي. انا بكذب؟ كلنا بنكذب. زي يوم ما كذبتي عليا وقلتي لي اطلع هات الموبايل من الاوضه، ضحكتي ضحكه كده. طب وايه كمان؟ في بقى الضحكه الثالثه اللي هي بتبقى ضحكه صفرة شويه. صفرة؟ هي مش صفرة قوي يعني، هي على برتقاني شويه. لا يعني انا اقصد يعني عارفه ضحكه بتبقى فيها سماويه جايز شويه كده. ايه ده؟ بعك انا صح؟ بعك. لا يعني مش سماويه، يعني تحسي فيها غل كده او فيها حقد طبقي. بقول لك ايه، انسي الضحكه دي بلاش. صح؟ انت كده قلت تالت ضحكه. الرابعه بقى ايه؟ الرابعه بقى يا ستي اللي هي، طب بقى ما تقلدها لي. اللي هي عارفه لما تضحكي عينيكي بتقفل قوي دي، اللي هي بتبقى عامله كده. انا بعمل كده؟ ايوه بتعملي كده. وعلى فكره هي دي الضحكه الرابعه، لما بعمل حاجه كده بتعجبك وبتضحكي عليها. طب كده في ضحكه ناقصه. لا ما خدناهاش بقى دي. الصراحه اكذب عليكي لو قلت لك ان انا عارف. طب احنا مش هنطلع بقى من الحفره دي؟ ليه؟ ليه ما احنا قاعدين اهو، وبعدين دي حفره مش عميقه ولا حاجه. خلينا قاعدين. خلينا قاعدين، جت حد يجي يردم علينا ولا حاجه. بردانه ولا حاجه تاخد الجاكيت؟ يا ابني قلت لك 100 مره الجو حلو. اصلا حررني قوي. ممكن اسالك سؤال؟ مش مرتبط انا. مرتبط ايه؟ يعني السؤال لو مرتبط بالاجابه ممكن يتجوزوا. انا بتكلم بجد. انا طايشه. بالنسبه لايه؟ مش فاهم. بالنسبه لخوف بابا عليا، بالنسبه لتصرفاتي. انت شايفه ان خوف باباكي عليكي ده اصلا تصرف غلط؟ لا طبعا. خلاص يبقى لازم يخاف عليكي. انما بالنسبه لتصرفاتك بقى، بتهيأ لي يعني لو تصرفاتك مش طايشه اكيد باباكي مش هيخاف عليكي. صح؟ صح. اظن بقى تاخدي الجاكيت. ياه انا اتكلمت كتير قوي. ده انا اللي حاسس ان انا اللي صدعتك. بالعكس انا استريحت قوي. خد. لا لا سيبيه سيبيه، بتعملي ايه؟ امسك بس. خليه بس هتاخدي برد. ميرسي قوي على فكره، انت طيب قوي. شكرا. تصبح على خير. وانت من اهله. كنت براجع اغنية سكر. امضي سعادتك بقى عشان دي موافقة على البرفانات الكبيرة. مش انت موافق على المشروع ده اهوت ومعاك توكيل؟ امضي انت. على فكرة الولاد وحشوني قوي يا سالم. ربنا يخليهم لك. ما دام سعادتك بقى فتحت الموضوع، انا كمان عندي اعتراف صغير كده. ايه خير فيه يا سالم؟ لا خير ان شاء الله. انا قصدي كذبت عليك كذبه بيضة. الواد زكي ده يبقى ابني. زكي بقى ابنك؟ ايوه يا فندم. بس والله انا مظلوم. اقصد يعني انا اتورطت في الاول، خفت من الولد يعمل مصيبه من المصايب اللي دايما يعملها في كل شغلانه يشتغلها. على فكره زكي قال لي انه ابنك من اول يوم اشتغل عندي، وطلب مني ان انا ما اقولكش عشان انت هترفض، ما بتحبش الوسايط. زكي قال لك؟ يا زكي. لا اوعى تشتمه وازعل منك. يا ريت ابني يكبر ويبقى زي ابنك زكي. بقول لك انا هدخل اشتري حاجه من المحل ده. طيب وانا هسال بقى عن اكل الكلب ده قدام شويه كده، يا رب الاقي. طول عمري بموت في الروشو. يا حازم يا حازم ولا حازم يا حازم، علقت الموزه، انا سايبها لك بمزاجي. Извините, пожалуйста, где можно купить туфли, шляпа, магазин для туфли, шляпа? اصلا انا مش من شرم الحقيقه. مغازين туфли, шляпа. ايوه انا مش من شرم. انت ايه ما بتفهمش الانجليزي؟ انا مش من شرم. مغازين туфли, шляпа. يا سيدي انا مش من شرم، انا مش من شرم. لا فني بايش. туфли, шляпа. туфли, مغازين, مغازين. بقول لك ايه بقى، مغازين امك، ما تجننيش، انا متضايق، انا مش من شرم، انا مش من هنا. Извините, извините. Sorry, sorry. اشتم اشتم اشتم، علموك كده في بلدك تشتم. سوري سوري. الو. اي حبيبي ازيك، وحشتني. وانت كمان وحشتني قوي 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 قوي. لا 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 مش اتاخر، انا هخلص حاجه في ايدي كده على طول واجي. طب خلي بالك بقى وانت ماشي. ماشي يا حبيبتي. ماشي حاضر، متقلقيش.
مع السلامة. ايه ده يا شيرين قاعدة ايه؟ صباح الخير يا شيرين. على فكرة انتوا قندال. ليه؟ عشان خرجتوا وسبتوني. الصبح قعدت صحي فيك ساعة انتي اللي ما كنتيش صاحية. برضه نادلة. مالك يا عمر؟ احنا قعدنا ندور على اكل الكلب وما لقيناش عشان كده زعلان. ولا يهمك يا اخي، اخلي حازم يجيبه لك وهو جاي. مش هيلاقي، ما انا بقولك احنا دورنا في السوق كله ما لقيناش. لا ما هو هيجيبه من مصر. ايه ده، هو حازم راجع مصر؟ هو اصلا في مصر. ازاي؟ مشي امتى؟ مش امبارح بالليل. امبارح بالليل ده ايه؟ بقولك انا لسه شايفه حالا يعني في السوق. لا لا لا، اكيد حد شبه. احتمال يخلق مش شبه 90.